لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. وش ما تسمعوا الباب؟ هلا والله، من ذي؟ هذه ريم صديقتي. هلا ريم، شلونك؟ الحمد لله بخير. ريم ايش؟ ايش قالت؟ ريم عبد الله. ريم عبد الله؟ سلمي لي على ريماس منصور. تدرين انت وياها يوم اني في عمرت كنت اضحك الفصل كله، كان يقولون لي خبيبة الدم. شلا عليك يا عمتي. اسمعي انت وياها، انا مزينه كوكيز وابيك تعطيني رايت بصراحه. يلا ذوقيه. قولي الصدق عاد. واو تحفه، في زود باخذ الخواتي. عندنا كراتين كثيره، بجيب لك اياها الحين، بس حبيبتي نقي الدراهم، بزنس از بزنس. هذا نظامك؟ شوفي هو بصراحه يعني مو لذيذ، بس انا جاملتك عشان نوف. جعل استغصين انت وياها ان شاء الله. اعطوني صحني، اعطيني ها. هاتي الصحن، ما تستاهلوا بالكوكيز. انا اوريكم والله لا طفي عليكم النور. بحسب احصاءات رسميه بلغ عدد قتل الفيضانات منذ يوم السبت حوالي 30. اشد الفيضانات حصلت. هلا بخيي. انت شو لا تناظر هالاخبار وهالفيضانات وهالكوارث؟ سافهني بعد. اسمع، انت ما تدري ان هالاخبار ذي تضيق الصدر وتجيب الكآبه، فوق انك بعد متقاعد وفاضي وقاعد تناظر ذولي. انت ورا مره تشوف لك شغله حصه ثم احد مشتكي لك بشيء؟ لا والله ما حد شكى لي الحال، بس اني انا احبك وادور لك الخير. اسمع، ورا ما تذوق ذا الكوكيز شيء يستاهل بقك. اقول لك لو انها بلاش ما بيها. ازين لا تاكل، اصلا انت فيك السكر، خليني انا اكل لحالي. اقول قبل انت بشر، قم اذبي. انا كم مره قلت لك جهزي الغداء؟ بيأذن العصر وحنا لسه ما تغدينا. ماما ما بشوف، انا مشغول. ايوه مشغول، مشغوله بكوكيز حصه مو شغلنا. حنا جايبينك تشتغلين لنا، نعطيكي راتب عشان تشتغلين لنا مو الحصه. خير خير خير، وش فيس على ذا الضعيفه تصارخين عليها؟ بلاها ما تسمع كلامي، وانتي اشغلتيها بهالكوكيز. يا حبيبتي الشغاله ما تشتغل ببلاش، تراني اعطيها ريالين على كل صحن تبيعه. اي وهذا اللي مخربها علينا، جالسة تشتغل الكوكيز حقك وهذا شغلها وشغل البيت، على وش نعطيها راتب حنا؟ حلالنا واحد يا بنت الحلال. سلام، ما في غداء؟ لا. وليه؟ اسأل عمتك. ليه يا عمة؟ وش اللي ليه يا عمة؟ وانت وقت تقوم سهرة من الليل ونامهم بالنهار، متى تصير رجال وتشتغل انت؟ خلاص خلاص ما بي غداء، بروح اشوف لي تصبيرة. تعال رح جهز السيارة، بنروح الحين المحلات نوزع الكوكيز. يا ليل الليل. وشو لي يا ليل الليل؟ ما تبي 200؟ انتظر بس السيارة. تحلال وسي صدرت كل كوكيز خبيث. عزين أمر فلا كلاتي. اسمع، شغل مكيف السيارة وحطه على البارد على الكوكيز. ها؟ طيب اخلص. كيف حالات الكوكيز يجي كذا حار والشوكولاته ذايبه؟ ما عرفنا الاسترا، طفي ولا شغل. وش اسوي لك سيارتك بارده المكيف ثلج؟ قولي ما شاء الله. الله اكبر، وش اقول عليه ما شاء الله على سيارتك ذا القرنبع؟ قرنبع قرنبع، بس قولي ما شاء الله. تف ما شاء الله. ما شاء الله، انت كل يوم تجيبين لنا بضاعه زياده، ما احنا قادرين نصرف بضاعتك اللي امس وقبله. بلاك حاطه بزاويه المحل،
ورا ما تحطه بالواجهة؟ وهي صادقة ورا ما تحطه بالواجهة حاطه ورا المرمى. يا أخوي صلى على النبي يا أختي، في أسر منجم مكلمينا قبلك يا أستاذ حصة وحاجزين الواجهة هذه كاملة، لا ومعطينا نسبة أكثر. لا يا شيخ هذا نظامك. عامر سمي أجلده. طب ليش؟ قهرني أخاف أجلده، هم مضفين عفشس كله ذا. إي والله صادق، خلاص يلا نمشي. لا لا اعتذري له. أنا آسفة. وأنا آسف. شكرا. عفوا. بلا تسعيرتكم يا حبيبي مثل وجيهكم. أجل أنا علبة الكوكيز تكلفني 12 ريال، تروح تبيعها للزباين ب 85 ريال؟ يا أخي خاف ربك. أما عاد كوكيز شغلتنا ب 85، يعني نفر حاشي أرخص. اسكت وجع فشلتنا. وكيف بدك يعني طلع لك نسبتك؟ وأجار المحل والرواتب والمصاريف. والحل؟ حبك لا يضيع. وانمل. ما عندك صبر؟ لا 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 عادي، أنا وعمتي دائما بالبيت كذا، نفصل ونرجع مرة ثانية. يا لا لا أقول انثبر بس اسكت. كمل يلا. عطنا الحل. الحل أنه الكوكيز حلا، يعني ما بيخرب بيومين ثلاثة. خدي منتج من أمس وحطيه بعلبة جديدة تكون ألوانه مبهرة وتجذب الناس وما يحسوا غالي. يعني نكذب؟ لا يا حبيبي مو موضوع كذب، خلينا نقول تجديد الباكجينج مشان نزيد مبيعاتنا. خلينا نسوي هذا اللي يقول عليه باكينج. الباكينج اللي تحطينه في الحلة، الباكينج بودر. هو يقصد الباكينج الأرباح فلوس، صح يا مدير؟ لا أجل الباكينج بودر. مشينا؟ قالت لك أنت ما تفهم بس. يلا, يلا 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 مع السلامة. الله يكمل علينا العقل والدين. يهو هون ولد عمك طقنا الجوع. أخوي وين أدري عنه؟ ازم عليه. إيه فقي أنا جيعان، حننتظر لمتى؟ المشكلة إنه يدق عليها أكثر من مرة يعطيني بيزي. أنا أقول الغايب عذروا معه، خلونا ناكل يا جماعة. لا 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 تاكل ولا شيء، خليني أدق عليه آخر مرة عن الذمة. رد ردي عيال. هلا عامر وينك أخوي؟ خير وش تبون؟ ما تستحون أنتم، ما عندكم شغل، ما عندكم أهل، أشغلتونا كل شوي تدقدقون على ذا العامر. الله يشغلكم في أنفسكم. عامر الحين مشغول مع عمته حصة، فهمتوا؟ يلا فمان الله. عامر يقول. عامر مين يا ابوي؟ اسمعنا كل حاجة. الله يفك عوقه، سموا بالله بس سموا. اسمع أبيك اليوم ترقد بدري، ترى بكرة ورانا قومها من الصبح، بنروح نشتري علب جديدة ونتعاقد مع محلات ثانية. بتجيبين مدرب أنتي، وش اللي تتعاقدين؟ يرحم أمك مو بوقت تنكيت، ترى عمتك حصة تمر بأزمة مالية ونفسية. والهلي يمر بأزمة نفسية بعد، شوف البنزين، طرمة البنزين بتخرب منس، مشاوير 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 مشاوير، ولا رحمتيها على إيه؟ شوفي شوفي. منة الله ولا منة خلقه، خذ ال 20 ريال عب فيها بنزين. 20 ريال وش تسوي؟ هذه ما تعبي ولا الربع. ما تبيها؟ رجعها. لا لا امزح امزح. رجعها. امزح خلاص. انزلي. خذي الكوكز. ورا ما تنزله انت. عم مستعجل بروح استراحة يلا. لا تأخر. سمي سمي. طيب خلي السواق يوديها ويجيبها. السواق مشغول بمشاوير امي واختي. جيبوا لها سواق ثاني. يا عيال تبي تسكتون ذا ولا حتحرتي فيه؟ اصلا وش هو لسواق؟ علمها السواقه وطلع لها رخصه وافتك منها. لا يا شيخ الحين انا بفتك من سالفه ودها وجبها، تبي تبلش بتعليمها السواقه؟ ما هو ولا انت. اسمع انا عندي الحل. شوف هي تصفينها كذا واحده واحده، تحطينهم فوق بعض تعلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامر بسم الله عليك ايش فيك؟ انا مسكين طحت علي يديني ويديني توجعني. اسف يا عم ما اقدر اودي اسم شاويرس. مع السلامة. تعال 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 يا عامر تعال. بسم الله عليك بسم الله عليك الرحمن الرحيم وش جاك؟ عطني يدينك اشوف. وش تبين فيهن؟ ابقرا عليهن. لا لا ما يحتاج انا قاري عليهم. لا لا شوف اشوف اشوف بسم الله بسم الله عليك بسم الله. اشوف الثانية ثانية ارفع ارفع شوي شوي تعورني دقيقة تعورك. هذا اللي يدينه تعوره مسوي محمد الدعيع. هذه اخرتها تكذب على عمتك. انت ما تدري الرضاي من رضا ابوك ورضا ابوك من رضا رب العالمين. تبي يدعي عليك؟ لا لا ما لها داعي تدعين علي، بس انا مليت يا عمه كل يوم مشاوير مشاوير مشاوير. انا بستانس بروح عند اخوياي بالاستراحه بفلها. وتجارتي ايش اسوي فيها خسر؟ ام حق تجاره مسويه فيها الوليد بن طلال انت
ترى راس مالها كوكز. والله لو تموت لو تموت ماني بطالع بتاكسي ولا تطبيق توصيل. انت ما تدري هالشباب اللي يجون سيارتهم كلها ريحه دخان، ولا اللي قاعد يتمالح وبثر، ولا اللي يقول ممكن سنابت. تبين الصدق؟ ما عندهم نظر، بس انا ابى اضبط. شوفي يا عمه، هذا تطبيق توصيل كله بنات، يعني تقدرين تقولين تاكسيه، ضرابه وهدوء وعطورات وفله، وش رايك؟ يعني اقدر اطلب البنت اللي انا بيها، شكلها واسلوبها وجوها بالسياره شلون؟ انت بتخطبينها؟ وراس يا عمه تراها بنت مثلها مثلس، بس انها تترزق الله، وراس شدتها انت. اقول تذكرت ان عندي مشوار ضروري، البنات هذولي وين مكانهم فيه؟ وشو؟ الأخت حصة؟ إيه حصة، ما طلع اسمي بالتطبيق. إيه أهلاً حياك. وأنتي شو اسمك؟ اسمي سعاد. يووو وش ذا الأخبار؟ تدرين آخر مرة قريت اسم سعاد في كتاب القراءة حق الابتدائي؟ لا تزعلين ترى مزح. إيه أمشي على اللوكيشن؟ إيه أمشي على اللوكيشن. اسمعي ترى أنا مالي دخل في ساهر، أنا أدفع حق مشواري وانزل. إيه زين حاضر. يا حليلها مؤدبة تقول حاضر. وش جوز انتي حاطة بساكيت وحلاو؟ بزارين عندك حنا؟ لا محشومة. اي حشوة. اللي على طاري البساكيت والحلاو، ترى انا عندي مشروع كوكيز، شوفي جايبته معي. ما شاء الله الله يرزقك. حبيبتي تدرين ان انا هذا المشروع ادخل فيه 2500 ريال بالشهر؟ ترى انا مخي نظيف يا حبيبتي وافكر بالبزنس. الله يرزقك. مبروك ذا. شوي شوي لا تسرعين. حاضر ابشري. المهم خليني اكملك السالفه واقول لك الوحده لازم تعتمد على نفسها. وصلنا. وراك تقطعين سالفتي انتي؟ ما قطعتها صدق، بس هذا محل حلويات اللي تبينه وصلنا. زين خلاص روحي قدام المحل الثاني وعقب نرجع لهذا، خلنا كم سواليفي. يعني اواصل الرحله؟ اي واصلي الرحله، ولا تسرعين ترى سوالفي واجد. ابشري. عاد تدرين لو ابي اسوق سكت، بس مشكلتي احب الراحه، واخوي وعياله مو بمقصرين معي بشيء ابد. حلو ما شاء الله. الا انتي وش حادث على ذا التكس وذا الشموس؟ انا ماخذ الموضوع بزنس. بزنس؟ وش حدت؟ شموس وزحمه وبثاره اللي يركبون معت عشان تطلعي كم ريال؟ كم تطلعين انتي؟ اتفق معك، ما في شغل مريح. بس الحمد لله مطلعه 15000 بالشهر مكفيتني وزياده. وشو؟ 15000؟ الحين بعلمك شلون تحركين السياره من وضعيه الوقوف. بس يبي لها تركيز لان سيارتي غير عادي. ابد زهلها، انا اتعلم بسرعه. اعتدري يا عامر، اول بالمدرسه كان يقولون عني ان انا اي صح صح كانوا يقولون عنك، حتى انا كانوا يقولون عني. اترك الحوارات الجانبيه، نبي الحين تركزين. ادعس الكلتش. وشو هذا ككش؟ الكلتش هذاك اللي بالزاويه. ايوه ادعسي برجلس. تمام الحين ركزي معي. ابيس ترفعين الكلتش بنفس الوقت تدعسين بنزين في نفس الوقت كذا، ترى اذا تركتيه مره واحده تنتع السياره وتطفى. اما عاد اسوي كل هذا مره واحده؟ خلاص خلاص ما عاد ابي اسوق. يا بنت حلال دقيقه سهله، بس يبي لها وزنيه. يلا جربي جربي، حطي بالاول حطي بالاول. وش الاول ذا؟ الاول هذا الجير حطي قدام. ايوه قدام. هنا يلا فك الكلتش شوي شوي عشان ما تنتع. شوي 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 ادعسي بنزين. ايوه ادعسي بنزين. ادعسي ادعسي. وش ذا الصوت؟ روحي روح. يا سلام. خلاص امشي 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 ادعسي. خلاص الحين امشي. شفتي شلون سهلة؟ والله مشت السيارة. أكيد بتمشي يعني تاقر. يما يما عيدي توقف عيدي توقف. وش فكي فكي البنزين فكي فكي البنزين فكي. ارفعي ارفع رجلس ارفع رجلس ارفع ارفع رجلس ارفع رجلس ارفع رجلس ارفع رجلس. وقفي وقفي. الصباط 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 بعد الصباط بعد الصباط. امشي قدام امشي قدام امشي قدام امشي قدام. مشيت مشيت خلاص هنا وقف.
الحين انت قد سكتي قبل؟ اي سكت، جدك الله يرحمه علمني بالبر. اي واضح انه سواقة بر. المهم الحين يبي لي اعلمك على سواقة المدن، اوكي؟ يلا ابي تركزين معي. يلا قدام، يلا يلا يلا. لا ما استني استني شوي شوي. هلا بالعيال حبتين، اركض فديتك. ول ول ول، حتى الهجرة تغيرت يا اخوي. اي فله يا بنت الحلال، بغيت تذبحين خلق الله، وش فيها سنتي؟ عادي ابن الحلال، خلنا اوزن الدعسه واوريك الحين شلون. اذا بغيتي تروحين يسار تدقين اشاره يسار، واذا بغيتي تروحين يمين تدقين اشاره يمين. هذه المساحات ما لها دخل هنا، هذه هذه إيه؟ هذه يسار. اي يلا روح يسار إيه؟ كذا مو بكذا. انت اذا بغيتي تلفين يسار تدقين اشاره يسار. اي خلاص واضح. اي واضح واضح. ترى طفشت انا خلاص، ازهلها بتعلم اليوم انا. يلا ركز، صرت صارخ علي خلاص. ما تعبتكم، اصبروا اصبروا. مثل ما علمتس على مهلس وناظر المراية ان شاء الله. يلا شغلي شغلي. ارجعي على مهلس، ارجع وقفي، اضربي فرامل. اوف ضربت فرامل، وش فيك؟ انزلي انزلي، ما عندي بسايق، انقلي عن وجهي. يا صاحبي قدني الهلا، بشوف للهاجس حلول، ما يوردني الزلال للعذبة ولا بقطعة، في ساعة يمدح بها المقدام. مبروك مبروك يا حصة. الله يبارك فيك. مبروك يا خيتي مبروك، الله يطعمك من خيرها ويتسفيد شرها. الله يبارك فيكم. الحين عادي عمة، ما في ودني جبني. تحسبها واقفتن عليك يا السلوقي؟ اصلا انت ما صدقت على الله تفتك مني. ابوك الجحده. يلا يلا عاد خلونا ندق سواقه عمتي. وش اللي تذوقين سواقه عمه؟ حلا هو. نبي نركب مع سفره على السريع، كافي ابو نوره. ما حد راكب معي الا اذا طلبتوني بالتطبيق. عجيب والله. اتحداك. يلا يا بنات خلصوا علينا، خلصوا بنات تأكدوا هي سيارة الكابتن اللي طلبناها. اي اي هي هي. ايه متخافين خافين يخطفونا. يلا عجيبة. نعم نعم الله عليك، اسمك عجيبة؟ وانتي وش دخلت سوقي وانتي ساكتة؟ لا بس على شارة تطبيق لازم اسأل. شوفي لو سمحتي، ترى ام المعرس وام العروس ما يبوني اتاخر، لا تخليني اصارخ ثم نفصل عليك. سوقي خلصي علينا بسرعه. ان شاء الله ان شاء الله. امسكوني لا طيح يا قدرة الله، 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 امسكوني لا طيح يا قدرة الله. اخيرا. لا يا حبيبتي مو بعجبتك اصواتنا. لا يا حبيبتي ما شاء الله صوتك يهبل، بس تعرفين السياره صغيره وصوت الطقه وجع راسي، ولا صوتك ما شاء الله جبلي. اسمع وتقيم بعد، اقول تراسه مجرد سواقه بعد تعرفين تقيمين؟ ترى احنا يا حبيبتي عمالقه فن مطربات. يا استاذه عجيبه انا اسمي كابتن حصه. كابتن كم جبتوه في الديربي؟ ايه وش عرفت بالبزنس؟ انتي طقاقة. قلت طقاقة؟ ايه انا طقاقة؟
وخلي بنات خلينا اربيها بروح لها. انت ايش عرف اسم الفن وعمالقة الفن انت؟ تبين عني طقاقه؟ هذه هانه يا حبيبتي اسمع فنانه مطربه تاخذي اللي انت ما تاخذينه يا حبيبتي. وبعدين يوم انت تقولين انا كابتن وكابتن، كم تاخذين كم تدخلين انت بالشهر؟ اه بس لو اني ماني بسواقه كابتن كان الحين اردح لها مثل ما تردح لي. الله يوفقك ان شاء الله. بس ادور التقييم ما سمعتك ايش تقولين؟ اقول يا منس تقولين انا كابتن وكابتن، كابتن كم تدخلين بالشهر؟ يا حبيبتي السواقه اللي مو بعاجبتك تدخل 15000 بالشهر. 15000 بالشهر؟ يا حليله تقول 15000 بالشهر. يا حبيبتي انا بالليله الواحده 30000، هذا من غير العشاء والبوفيه والحلاوه والشقاليط. والشو؟ 30000 بالليل؟